السلام عليكم اليوم راح نستكمل وياكم الجزء الثاني من محاضرة الأناتومي Anatomy of Respiratory System ومثل ما تعرفون ال Respiratory System قسمناه إلى Conductive System الأعضاء اللي مسؤولة عن توصيل الهواء وقسمناه إلى Respiratory Zone أو Respiratory System واللي آآ آآ راح نبدي به من اللانك وبعد وتقسيمات اللانج وتقسيمات البرونكاي القصبه الهوائيه مثل من نقول جروس اناتومي اوف ذا لانج يعني اللانج شلون نشوفها بالعين المجرده جروس اناتومي عين المجرده مثل ما نعرف هي بيراميدال ان شيب مخروطي الشكل كونكتد تو ذا by the, the right and the left bronchus لو نريد uh, نعرفها مرة ثانية هاي two lungs connected to the trachea by the right and the left main bronchi With divisions trachea السابقة نسميه كارينا side أوف the divisions of the trachea into two Main برونكاي نسميها right main bronchi and the left main bronchi. Okay. Uh, on the inferior surface the lung is bordered by the diaphragm. طبعا ال lung بي anterior surface و medial surface و inferior surface. ال inferior surface هو الجزء اللي يواجه الديفرام. الجزء اللي يواجه الديفرام. الحجاب الحاجز اللي يفصل لنا الفوراسك كافيتي عن الابدومينال كافيتي لانج انكلوز باي بلورا مثل ما تتذكرون بالانترودكشن اخذنا الكافيتي وقلنا البلورال كافيتي هو وان اوف ذا سبيسيفيك كافيتي من التجاويف الموجوده بالجسم اخذنا البريكارديال كافيتي بلورال كافيتي

اللي نسميه pleural Cavity okay. كل لانج divided into lobes فصوص وأكو فشر يعني اخاديد تقسم لنا these lobes from the each other تفصل منها فبين كل لانج شبيهة بيها فصوص for example this is the upper this is the upper lobes middle lobe and the inferior lobe وأكو عندنا فيشر يعني سيباريتد بيس لوب نوع من الاخدود سيباريتد بيس لوب مثل ما تعرفون رايت لانك شلون فرق عن الليفت لانك كونسيست اوف ثري لوب اللي هي سوبيريور فري لوب واحد اثنين ثلاثه سوبيريور لوب ميدل لوب ان انفيريور لوب وايل ذا ليفت لانك كونسيست اوف تو لوب سوبيريور والانفيريور اوكي two lobes. بين right consisted of the three long three lobes while left consisted of the two lobes. هذا أول فرق بين right و left lung. Uh, lung. وبعد عدنا عدنا two fissure باللنك سنأخذها two fissure اللي طاحت لنا اللنك إلى lobes. عدنا right و well left uh, primary. مثل ما قلنا trachea. divided into, at the carina, into the right main bronchi, right main bronchi, او يسموها primary bronchi. ليش؟ لأن عندنا secondary bronchi وعندنا tertiary bronchi, او segmentals. Okay? إذاً, we have the right primary bronchi, اللي هي branch من trachea, this structure just like that of trachea. مثل التراكية، شم... شنو مثل التراكية؟ بيها كارتلج سي شيب كارتلج اذا الكارتلج موجود بالتراكية، وبعد م... بعد موجود بالرايت مين برونكاي وموجود بالسكندري لوبر برونكاي الكارتلج هاي النقاط اللي يشوفوها وموجود ايضا بالسيجمنتال او تيرشري اند سو so اون نجي

هو فد خدود اخدود يـ اه اه separated the lobe الفصوص. We have the horizontal fissure and we have فإذا بي 2 fissure while in the left lung, لأنه two lobes 1 اللي هو oblique. فرق. إذا أول فرق. Right لانج بيها 3 lobe. Left lung بيها 2 lobe. Right لانج بيها 2 fissure.

This is the lateral surface of the lung, this is the apex of the lung, base of the lung, and this is the medial surface of the, the medial surface. شو نشوف بال medial surface of the lung؟ نشوف تو lang يحتوون على الهيلم. شنو معنات هايلم؟ هايلم ريجن أو منطقة اللي يدخل يدخل بيها ال pulmonary artery وال pulmonary vein وال bronchus. محل دخول مثل هسه هاي الصوره محل دخول البرونكس والارتري والبين محل دخولهم شو نسميه؟ نسميه هايلم او بلانك هايلم او بلانك بعد أكون يقدر من هاي الصوره نفرق الرايت عن اللفت لانك نعم in the left lung وي هاف cardiac نوتش يعني النوتش اللي خاص بالهارت الهارت يجي زين هنا يجي الهارت يضغط لنا على اللفت لانك يدفعها فيسوي لنا نوع من الارتش هذا نسميه كاردياك ارتش اقدر بي افرق الرايت لانك عن اللفت لانك اوكي رايت لانك عن اللفت لانك وحتى المنطقه هاي هاي المنطقه اللي نسميها cardiac impressions منطقة وجود القلب زين اللي هي ما موجوده بالرايت سايد او تتمثلها تتم... بالكاردياك نوتش فصار عندنا ايش كم فرق بين الرايت واللفت ثلاثه 3 لوب two لوب two فيشر one فيشر in the left land we have a cardiac notch in the right there is no cardiac notch هذا اللي نقدر اه اه نسوي جدول نخلي بها الفرق ما بين رايت ولفت لانك، قلنا البرونكاي انتر بالانك آت ذا هايلم هذا البرونكاي انتر بالانك آت ذا هايلم، لو نروح على الصورة برونكاي هذا انتر بالانك آت ذا هايلم، قلنا وذن ذا لانك كل برونكاي مين برونكاي و برونكاي راح ينقسم إلى سكندر برونكاي، كأنما عندك شجرة ودا تنقسم الى غصون او فروع سيكندري برونكاي اللي تادي الى كل كل لانغ بها 3 برايت و2 بالليفت وسيكندري برونكاي بكم سمولر اند سمولر الى ان يصير برونكيول نرجع لصورتنا هاي كل برايمري برونكاي سميها ميجر برونكاي تنقسم الى سيجمنتال او يسموه لوبر برونكاي او سكندر برونكاي ليش لوبر لان كل وحده تروح الى لوب هسه مثل هاي بيها 3 سكندر برونكاس واحد تروح كل لوب مو فري سكندر برونكاي زين؟ اذا كل مين برونكاي تنقسم الى لوبر او سكندر برونكاي واللوبر او سكندري برونكاي تنقسم الى سيجمنتال برونكاي هاي السيجمنتال او يسموها تيرشري ثلاثيه اذا انت عندك شجره تنقسم الى فروع اصغر فاصغر اوكي اذا رايت مين برونك برايمري برونكاي لوبر برونكاي او سيجمنتال او عفوا السكندري اند وي هاف ذا سيجمنتال او تيرشري كل هاي التفر التفرعات زين البرونكيول شو نقول احنا دخلنا عمليه دخلنا بالبرونكيول البرونكو البرونكول هذا البرونكيول اللي هي ناتج من الديفيجنز مال البرونكول شو وقت ما ماكو بعد اللي اللغه Cartilage هاي سي شيب يلا نقول احنا دخلنا البرونكاي واكو صوره توضح هذا الشيء اذا شلون نعرف الفرق البرونكاي عن اذر برونكاي اللي هي سك سكندري او تيرشري نو Cartilage بريزنس ان ذا wall ما نحتاج بعد الكارتريج ليش؟ لانه وجود الكارتليج وظيفته الكارتريج وظيفته, وظيفته يخلينا والبرونكاي مفتوحه دائما من نوصل الى البرونكاي بعد ما نحتاج كارتلج the smallest terminated into that alveoli. نهايات الديفيجن هاي مالتنا مال البرونكاي تؤدي الى الحويصلات الرئويه او يسموها الاير ساك او وعندنا صوره واضحه هاي عادة عندنا ريكيا تنقسم إلى رايت مين برونكاي ولفت مين برونكاي وكل وحدة اللي تروح وبيها ثري لوب سوبيرير رايت والانفيريور ميدل وانفيريور تو فيشر بالرايت لانج هوريزونتال فيشر واوبليك فيشر وايل ان ذا لانج عندنا؟ عندنا وان فيشر اللي هو اوبليك فيشر إذا لو جينا سوينا مراجعة بسيطة للمحاضرة الأولى راح نقول الـ سيستم system consists of what conductive اللي هو توصيل أعضاء توصيل الهواء اللي هي تبدي من من النوز والنيزل كافيتي والفارنكس والتريكيا وصلنا للتريكيا اوكي وبعد اند ريسبيراتوري زون اللي يبدي الريسبيرتوري زون يبدي من الريسبيرتوري برونكيول هاي منها يبدي الريسبيرتوري برونكيول الفيولار داكت هاي الالفيولار داكت والالفيولاي الحويصلات بما احنا عندنا مراحل بالريسبيرتوري سيستم طبعا مصل اللي هي الدايفرام حجاب الحاجه يساعدنا بالعمليه الشفيق والزئ واكو انبر مصل المصل الموجوده بين العظام ساعدنا على التنفس وي هاف ذا ريسبيرتوري زون زون لو جينا تبعنا هذا الرسم هذا الرسم عندنا التريكيا شنو هاي الازرق؟ هاي عباره عن كارتلج تنقسم الى تو مين برونكاي وبعدين لوبر برونكاي بعد الكارتلج موجود لو تشوفه بعد الكارتلج موجود الى ان سيجمنتال او تيرشر برونكاي سمول برونكيول وصلنا البرونكيول شلون نعرف احنا هسه بالبرونكيول؟ ماكو كارتلج there is no cartilage no cartilage okay من نقول هسه الهيستولوجي تاخذوها صف ثاني شلون نميز البرونكيول عن الستيرشري والسيجمنتال there is no cartilage ماكو بالهيستولوجي بالوول مال كارتلج البرونكيول تؤدي الى تيرمينال برونكيول وبعدين ريسبيراتوري برونكيول وبعدين الالفيولاي اللي هاي كلها نسميها من الريسبيراتوري زون الى الالفيولاي نسميها نسميها ريسبيراتوري زون وده نشوف عمليات تقسيم الشجره تتقسم الى اغصان وفروع يعني البرونكاي اندر 30 او 2 23 اوردر 13 مره تنقسم حتى تصير او توصل الى ريسبيراتوري برونكاي زين اذا وات ار ذا ستراكشر اوف ذا ريسبيراتوري زون شنو الستراكشر اوف ذا ريسبيراتوري زون مين يبدي ريسبيراتوري زون يبدي من الريسبيراتوري برونكيول هذا التيرمينال برونكيول شلون عرفنا تيرمينال برونكيول ماكو بعد شنو كارتليج زين من يتالف في زون؟ من الريسبيرتوري برونكيول وبعد الريسبيرتوري برونكيول تأدينا الى هذا تيرمينال برونكيول يؤدي لنا الى ريسبيرتوري برونكيول وبعدين الى الفيولار داكت تشوفون دا هاي الجزء الفاتح الفيولار داك. داكت وبعدين التاش تبع الفيولار داكت وي هاف ساك الحويصلات الرئويه اذا عندنا terminal bronchule respiratory bronchule وبعد عندنا alveolar duct وبعدين alveolars this is the structure of the respiratory zone نعيدها مرة ثانية this is the terminal bronchi ايش تنقسم terminal bronchi اللي هي structure of the respiratory zone مين يتألف من terminal bronchi بعدها cartilage respiratory bronchule اوكي العفو هذا سموك مصر مو كارتلج العفو زين راح من وصل وصلنا للبرونكاي من وصلنا الى من وصلنا الى البرونكيول هذا البرونكيول بعد ما عندنا كارتلج راح ندخل بالريسبيرتوري زون اللي يتالف من تيرمينال برونكيول وبعد ريسبيرتوري برونكيول الفيولار داكت وبعد والالفيولار ساك الحويصلات من وصلنا الحويصلات بيش تحاط الحويصلات شنو وظيفة الحويصلات غاز اكستشينج تبادل الغازي لذلك ايش عندنا عندنا دم جاي من البلمونير ارتري تتذكرون البلمونير من اخذنا الهارت من يطلع يطلع من الرايت فنتريكل تو بلمونير ارتري رايت تو ليفت بي شنو بي بي دي بي غير نقي وين يروح هذا الدم الغير نقي؟ يروح للانك شو يسوي باللانك؟ يحيط بالالفيولاي بالحويصرات الروي ويصير تبادل غازي. يعطيها الاكسجين وياخذ منها ثاني اكسيد الكربون. وين يعطي الاكسجين؟ يروح الاكسجين من الالفيولاي الى الدم ويرجع لنا دم منقى. فهذا اللي دا يحصل بالالفيولار ساك، غاز اكستشينج. هذا <نتشفى> under microscope شوفوا under microscope هذا this is the respiratory bronchial ما بيها cartilage and this is the alveolar duct and this is the alveoli هذا الالوولار داكت وهاي الحويصلات الرئوية مفتوحة بالالوولار داكت هنا يحصل التبادل الغازي ما بين الالوولاي capillary هذا this is the normal normal alveoli ويصلات and this is the respiratory bronchiole يعني احنا دا نحكي بال the respiratory zone شنو الستركتر اوف شنو هال الحكمه والقدره الالهيه اللي موجوده بالالفيولاي جدار الالفيولاي جدار الحويصلات الرئويه اللي راح يصير بتبادل تبادل غازي وحده من شروط التبادل الغازي لازم انت عندك شنو عندك الفيولاي هاي الالفيولاي وهذا الممبرين مالها الانر سايد مال الممبرين لازم يكون فيري هذا الالفيولاي وهذا الاندوثيليا مالتها وان سيل اندوثيليا وان سيل وهذا الارتري اللي يحيط به هذا البين اللي حامل دي اللي يحيط لنا وين؟ يحيط لنا بال هذا البلاز فاسل او الكابلري فراح يصير نوع من التلامس تلامس ما بين من شنو ما بين الكابلري اللي يحوي دي اوكسجينيتد بلاد وما بين هاي الحويصرات الرئويه هذا الفاصل او الميمبرين هذا هذا الميمبرين ما بين الكابلري وما بين الالفيولاي خلينا نرجع شويه هيستولوجي ولو هاي تاخذوها تاخذوها الصف الثاني ما مطلوبه من عندكم هاي ولم و... انما صوره توضيحيه ابين لكم شنو اهميه الالفيولاي شلون يصير غاز اكسشينج تبادل الغازي شوف هاي الالفيولاي وحده منهم ايش بيها سيل بيها اه 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 فري تايب اوف ذا سيل بيها تايب 1 اوف ذا سيل هذا التايب 1 اوف ذا سيل اللي يصير ب هذا التايب 1 عفوا اوف ذا سيل هذا التايب 1 اوف ذا سيل اللي يصير بغاز اكسشينجز وهذا التايب 2 سيرفكتنت سيل هاي تفرز ماده تمنع الكولابس تمنع انه يعني نشبه الالفيولاي مثل النفاخه منفوخه هي هواء زين هذا زين من يطلع منها الهواء او هاي النفاخه مرات تصير بها كولابس تفش من يمنع الفش مالها هو السيرفكتنت ماده لزجه موجوده هنا تمنع الكولابس تمنع انه الالفيولاي تفش اوكي بعد اذا تايب1 سيل تايب2 وبعد الماكروفج يفتر هنايا هذا الماكروفج الخلايا الحارسه شكو فتشي بالهواء خاف ما تنقه خاف بي بكتيريا يجي التهمه شوف يجيك هواء هواء باكسجين نقي 100% اوكي هاي القدره الالهيه من تاخذ اوكي هذا الالكترون هذا الصوره النموذجيه ما الغشاء اللي يصير به التبادل الغازي شنو التبادل الغازي التب ايش عندك انت عندك هواء موجود برئة صافي مصفى عن طريق هذا الميمبرين اللي يفصل ما بين الكابيلاري يروح الاكسجين الصافي وش يسوي والثاني أوكسجين الكربون اللي موجود بالكابيلاري وين يروح للألبيولاي ويطلع عن طريق الزفير فهذا يسموه التبادل الغازي اوكي هذا فقط لل... للاطلاع فقط للاطلاع تاخذوه ان ديتيل بالتفصيل بالصف الثاني صورة توضيحية تبين لك التراكيا والستركشر مالها الكارتليج والس... والمصل الدنس آ... 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 كولاجين والالاستيك فايبر والديفيشن مالها تو مين اد ذا كارينا ذا رايت مين برونكس وليفت مين برونكوس من هاي الصورة راح اسأل سؤال ويا ريت تجاوبوني عليه وتدزولي للممثل 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 مال المرحلة مالكم على شكل قصاصة ورقية اكو عندي بعض الاسئلة راح اسألكم بيها هذا السؤال الاول سؤال الاول لسيس باتريكيا تنقسم الى رايت مين برونكاي ولفت مين برونكاي شنو الفرق ما بين الرايت مين برونكاي واللفت مين برونكاي افتح قوس ليش الفورن و... ليش الفورن بودي واحد من يستنشق او يدخل تدخل في الجسم غريب يدخل بالتريكة بالقصب مباشرة 90% يروح للرايت لانك من نسوي نافور نشوف هذا الواحد خاص عند الاطفال اطفال من يبلعون فتشي لعبه صغيره او فورن بودي تسعين بالمية وسبعين يروح للرايت لانك ليش شنو الفرق ما بين الرايت مين برونكاي والليفت مين برونكاي وليش الفورن بدي ليش الفورن بدي من يستنشق يروح قبل الرايت لانك هذا السؤال جاوبوني عليه سؤال اول هذا جاوبوني عليه وبعد اكو سؤال راح اسالكم اياه سجلوا يمكم ورقه الطولي لي في المرحله احسبه نوع من الكويز ونوع من الاسسمنت اعطيكم درجه بي اوكي هسه رايت مين برونكا ينقسم الى هذا شنو هذا رايت لانج ايش كم لوب بها ثلاثه هذا يروح اللوب السوبيرير لوب وهذا تروح للميدل لوب وهاي تروح للانفيرير لوب لعد هاي شنو دكتور هاي واحد اثنين ثلاثه كل لوب او يسميه كل آه أه 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 احنا نسميه <applause> مين <متحد> برونكاي وهذا نسميه سكندري يروح تيرشري او سيجمنتال 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 نسميها يعني في كل لانج رايت او ليفت وي هاف 10 بالمنري سيجمنت الشجره مال القصيبات أو تتفرع وتروح كل وحده الى سيجمنت سيجمنت عباره عن رئه مصغره رئه مصغره وهسه نعرفها إذا في كل رئة وهذا 10 pulmonary سيجمنت لو نحسبها واحد اثنين ثلاثة للعشرة وهذا أيضا بها عشرة أوكي كل pulmonary أو كل لانج بها 10 pulmonary سيجمنت شوف الديفيجنز قلنا 23 مرة تنقسم التراكية أو المين برونكاي تنقسم إلى أن توصل إلى تريكيا تريكيا برونكاي برونكيول بالاخير تيرمينال برونكيول ريسبيراتور الفيولار الفيولار ساك الى ان توصل نهايه الشجره او نهايه الحويصلات الرئويه تكون التريكيا مقسومه او البرونكاي مقسومه حوالي 23 مره اوكي هذا دي نعيد ونكرر هذا الرايت واللفت والفرق ما بيناتها شرحنا لكم اياه اوكي هذا راي شلون عرفتها راي رايت لانج دكتور فيها فري لوب هذا هو سوبيريور وميدل وهذا انفيريور زين وكم اه اه كم فيشر بالنسبه اوبليك فيشر وهذا وال والاوبليك فيشر زين بالنسبه اوبليك هذا الاوبليك فيشر وبالنسبه ترانسفيرز فيشر لعد شنو الالوان دكتور هذا زين هاي الابيض اخضر از السيجمنت مو كنا مو قلنا كل لانج كل لانج ايش بيها؟ بيها 10 بالمونري سيجمنت هاي نقصدها البالمونري سيجمنت سيجمنت هذا الابيكال يعني هذا مثلا superior لوب بي 3 سيجمنت مثل ما موجود هنايا superior لوب بي 3 سيجمنت لو اجي اباوعها صح 3 سيجمنت واحد اثنين زين ومن الخلف ثلاثه هذا ذا سوبيريور ذا superior لوب 3 سيجمنت الميدل لوب ب 2 سيجمنت صار عندنا خمسه والinferior لوب ب فصار عندنا خمسه زين هاي آه السادس آه ال... آه ال... والسابع والثامن والتاسع وبوستيريوري هذا العاشر اوكي فاذا كل لانج بيجت 10 بالمنري هاي رايت لو ليفت رايت دكتور superior ميدل لو هذا الليفت شلون عرفت ليفت؟ تو لوب سوبيريور وانفيريور وبها وان فيشر اللي هو اوبليك فيشر هذا سوبيريور وانفيريور كم سيجمنت بها؟ 10 بالبنري سيجمنت مثل من؟ مثل ال الرايت اذا الرايت لانج بها ايش قد؟ رايت لانج بها 10 بالمنري سيجمنت والليفت لانج بيها تن بالمنري سيجمنت هذا في الما موجود هنا شو نسمي هاي سيجمنت برونكو بالمنري سيجمنت يعني ذا لانج رايت ان لانج اند ذا ليفت لانج بيها 10 بالمنري سيجمنت مثلا هذا السوبيريور لوب بي 1 اللي هي ابيكال بوستيرال وانتيرير ميدل بي 2 لاترال وميديال والبوستيرير بي 5 فصار 10 بالمنري سيجمنت شو يفيدنا هذا دكتور؟ انت اذا طلقه اجت ضربة هذا اللوب الابيكال لوب من السوبيريور او صار بي ليجن او صار بي تيومر انت جراح يقدر يجي يقص هاي هذا الابيكال او السيجمنت بدون ما ولا يتاثرون ليش؟ لانه ذولا لانه ذولا موجود موجود الى كل سيجمنت لانغ مصغره كل سيجمنت لانج مصغره اوكي؟ Bye. Wow. اذا اذا هذا اللي استفادينا منه من السيجمنت كل لانج بها 10 بالوناري سيجمنت سموها بالوناري سيجمنت هذا انه كل كل سيجمنت بي آه يعتبر لانج وحدها زين او سمول لانج هذا النورمال هيستولوجي شوف الألفيولاي شلون تبين بالهيستولوجي من ناخذها تحت الميكروسكوب شوف الالفيولار هذا الحويصله وشوف الوول مالهاش قد فن قد رقيق ليش رقيق؟ هو ما اني هنايا اكو كارتلج مثل ما موجود بالبرونكول او السجم. لا يعيق لي يعيق لي عمليه التبادل الغازي فش يحتاج لي؟ يحتاج لي وول فالجدار في كلش فيري فن وتجي يجي الارتر يحيط بهذا الحويصلات ويصير التبادل الغازي هاي صوره مكبره للالفيولاي قلنا الالفيولاي تحتوي خليه فقط وحده يعني وان لاير اوف ذا اندوثيليالز حتى يصير التبادل الغازي ماله البلورا مثل ما عرفنا وي هاف تو تايب اوف بلورا برايتال اند بسرال بلورا هاي البرايتال بلورا اللي تحيط لنا لاين thoracic cavity اند ذيس از ذا visceral بلورا وهذا الفراغ الابيض هو البلورال cavity التجويف زين او غشاء الجم و طبعا هذا الهارت هنا فراغ نسميه ميدياستاينم موجود هذا فراغ موجود بين ذا تو نسميه ميدل ميدياستاينم وذني تو لاترال كومبارتمنت من الميدياستاينم اللي نسميها لاترال ميدياستاينم اللي مشغوله بواسطه لف رايت ولفت لانج طبعا هذا الدايفرام راح أشوفك صور للنورمال والابنورمال ذس از ذا تشيس اكس راي دائما انت بالبيت بالشارع بالهاي وخاصه من يشوفوك كلاب الصدرية يقول لك دكتور راسا دكتور شوف لنا هاي الاشعه لا تبقى تفر براسك يعني قل اعطيهم فد شيء قول لهم هاي تو لانك وهذا الهارت كلش كافي زين شلون عرفت هذا لانك بالاشعه كل شيء هواء شيء يطلع يطلع اسود هذا بما انه الرئه بها هواء يطلع اسود كل شيء بيه فلويد بمي دم يطلع ابيض فذيس از ذا تو لانج وذيس از ذا هارت صح لو لا؟ هذا الدايفرام هذا بعد شنو؟ ذيس از ذا دكتور هذا كلافيكل وذن شنو؟ لان الريب اخذناها بالفوراسيك كافيتي زين ذيس از ذا بالكاديفر زين بعض الطلاب دكتور ليش تجيب لنا صور من الجفف او الكاديفر؟ صور حقيقية ابني حقيقية أشوفك صورة مال الهارت صورة مال الانتستيم، صورة مال أه الستومك أه أه كلها حقيقية تتخيلها أحسن مما رسم هذا فشالين الرب هاي شالين الرب طالع قسم من البلورا وبنهاية التولانك وهذا الحجاب الحاجز أو الدايفرام هاي الستومك زين صور حقيقيه قرب لك الصوره كده. هاي زين من واحد يجي يجي يقول لك دكتور انا خفت اشعه وقالوا لي عندك بات الرئه بالجهه العلويه من من الرئه هاي هاي الفائده مالتنا هاي الفائده مال دراسه البرونكو بالمنري سيجمنت مو ابو الاشعه وهذا الابر سيجمنت وال اللاترال والميديال سيجمنت او الاشعه من يشوف فد ليجن من يشوف فد التهاب او ورم ما يكتب لك كورم ورم بالرايت لا يكتب لك ابر segment او لا شوف هذا ابيكال segment هذا posterior segment شوف شلون استفادينا يعني منها يحدد لك منطقه الليجن زين بالنسبه anterior segment هذا ني ميديال سيجمنت ولاترال سيجمنت تعطيك صورة مقربة أنه مو كل اللانج لا قسم منها يعني مثلا هذا الرسم أكو فدليشن أكو فد كيس أكو فد التهاب صاير بهذا السيجمنت أو صاير بهذا السيجمنت انسو أون، هذا تفيدنا دراسة البرونكو بالمانري سيجمنت بعد هذا السيتي سكان المفراس يا ما سمعتوه ويا ما هذا المريض انصاب بكورونا كوفيد 19 وسووا له مفراس للرئه وقالوا الرئه حوالي رايح منها 50% 60% او 80 شنو 60 70 يعني اش كم سيجمنت صاير بي دمج كم سيجمنت صاير بي سمج وعلى ضوء هي طلعون النسبه بالنسبه نورمال سي تي سكان نورمال سي تي سكان زين هسه تقول لي دكتور انا بعدني بصف الاول جايب لي مقطع ابني انت من ضمن المجموعه الطبيه من ضمن الكادر الطبي اللي يشمل الاطباء الصيادله اوكي وانت من ضمنهم فلا تصغر نفسك لا تسوي نفسك كل شيء ما تعرف وتبقى صافا لا تعلم من تجيك معلومه أخذها المعلومه الطبيه تفيدك ذس شوف النورمال سي تي سكان وهذا ملون كروس اوفن ثوركس افيلبل طبعا السي تي سكان ياخذوه على شكل على شكل لابل هذا سي تي سكان وحده من الاشياء اللي نسويها واحد يجينا مريض عنده اسمه شنو اسمه ربو ربو قصبي طبعا الربو القصبي عباره عن تضيق بالقصبات خلينا نطلع نطلع لكم شنو معنات الربو القصبي هذا القصبي يصير تضيق بالقصبات هنا او القصيبات تضيق تنسد فالمريض يشعر بصعوبه بالتنفس صعوبه بالتنفس لذلك المريض يقول لك اريد هواء من هو ابو, أبو الربو هو واحده من الفحوصات اللي نسويها نسميها لانج فانكشن تيست طبعا من ضمن الفحوصات اللي نسويها واحد عنده فتشي باللانج يسوي لأكس راي صح ولا لا؟ أشعة الصدر وبعد هذا يسموه لانج فانكشن فد جهاز يخلوه بفم المريض زين ويقولوا له خذ نفس قوي يعني ديب انسبيريشن وديب اكسبيريشن على ضوء اكو فد قياسات او اكو مستويات معينه بنقول لك اللانج تشتغل زين اثناء الشهيق او اثناء الزفير هاي للاطلاع لا تقول لي اوكي هاي رساله للمدخنين ولشربون نارجيله زين يشربون نارجيله والمدخنين شوف النورمال لانج شلون بس شكلها يفرح وشوف هاي السودا المصخمة زين اللي مزفته بالسموكر مكيف شايل الججاره بيده زين بعد ما طالع من المختبر راح لبرا زين طلع الججاره وقام يجقر زين وقدام الطلاب والمصيبة برمضان ارتقوا شوية ارتقوا شوية شهر شهر كريم وشهر عظيم انت شايل بطل المي وشايل الججارة قدام الطلاب يعني استحي من المقابل مالتك استحي ميه. عيب عيب او نرقيلة الكترونية ومن السيارة زين ومن السيارة نطلع الجامعة ونطلع بوزة زين و... ويطلع دخان فد فد انجاز فد نصر له فد نصر إله شوف التفكير السطحي الشلو شلو مايندد هذا التفكير السطحي عند بعض الشباب مع الاسف هاي حتى من نقول لكم البسوا كمامات بالمختبر والدكتور يصيح علينا زين واحنا مو صغار بابا هذا استلم رئتين مصاب بالكورونا هذا قبل الاصابه وهذا بعد الاصابه شوف شو مسوي بالرئه ما كلها اكل هذا راجع عليك حتى انت تتوقع سواء كان في او غير المختبر زين تلبس الكمامه زين اللي كنا نلح عليها وكنا الجماعه الطلاب والطالبات وحده واحد مخليه بايده واحد مخليها زين موده هاي باوع باوع ال ال هذا ذس از ذا نورمال وهاي بعد الاصابه هاي ايضا شوف شلون شلون مصابه بالكورونا شلون مصابه بالكورونا احمد ربك شكرا زين 100 مليون مره يوميا انه انت ما انصابيت او انصابيت وانطبت وشافيت انت وعائلتك الحمد لله وشكر هذا نعمه من رب العالمين هذا ايضا نشوفكم في الصور زيد معلوماتكم من يشوف تشس اكس يشوف هاي النقاط البيض وهاي هاي معناتها لانج يعني مرض خبيث منتشر منتشر من غير من غير عضو مثلا عنده واحد مريض عنده سرطان بالبروستات او سرطان بالكبد ومنتشر رايح جاي للرئه فبالاكس هيك يطلع هاي الصوره هذا ايضا زين أه 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 زين رئة مصاب بكورونا هذا منا يقول لك على اليمين قبل الإصابة وشوف بعد الإصابة شنون الماء صار مي وصار تفخم بها اطلع عليها صور هاي اطلع عليها هاي مثلا مريض يقول لك كان النشل الدكتور وما أخذ الدول النشلة ونزلت على صدره وصار عندي الرئة هذا بالأكس راي هيك تصير بات الرئة زين شوف شلون تصير بيضاء، ليش بيضاء؟ صار بها التهاب دم او جراحه بينما هاي نورمال، صح لو لا؟ هاي نورمال. هذا ايضا نفس الصوره لانغ اذا اخذنا جوله في Anatomy of Respiratory System البارت مالته وطيناكم بعض الحالات المرضيه، بعض الحالات المرضيه اللي احنا زين شوفنا لكم اياها انت حتى تستفاد علميا تستفاد علميا راح اطلع لكم صوره صوره و صوره واسالكم بها سؤال انتظروني سؤال اطلع صوره معينه واقول لكم شنو هاي الصوره حتى تجاوبوني عليها من يعني ويا السؤال ويا السؤال اللي اللي سالت لكم اياه قلت لكم اياه بدايه المحاضره شوف يعني احنا بصراحه ندور معلومات ندور معلومات ندور معلومات لكم ندور معلومات لكم حتى للاستفاده يعني انا اريد افيد الطالب انا مو بس اريد مو بس اريد زين اريد, أريد أعطيه محاضرة وأقول له في مال لا, لا، أنا أريد أفيده، أريد أفيده، أريد أزيده معلومات، زين؟ المصيبه أن دا اغطي الجواب دا اغطي الجواب قدامكم اوكي دا اغطي الجواب قدامكم راح اسالكم شنو هاي الصوره هاي هاي الصوره شنو هاي شنو هاي الصوره بعدك سؤالين سؤال الاخر السؤال اللي هو السؤال الاول اللي سالته اللي هو قلت قلت بالسؤال حتى أذكر أذكر بالسؤال أذكر ليش هذا السؤال شنو الفرق ما بين رايت مين برونكاي وليفت مين برونكاي وليش الفورم بودي جسم الغريب من واحد يستنشقه او يروح يروح قبل الرايت لانج مو للفت لانك هذا السؤال والسؤال الثاني هاي الصوره شنو؟ هاي الصوره شنو؟ سؤالين جاوبهن خط واضح تكتب اسمك وتدزه الى موفل المرحله راح يدز على قناه نسميها سميها كويز التشريح للمرحلة الأولى هو يعرفها فيصل أي استفسار طبعا المحاضرة راح عملي تنعاد عليكم راح تنعاد عليكم عملي زين يوم الثلاثاء دكتور فاضل يعطيكم صور أخرى وفهمكم بعد أكثر أي سؤال أو استفسار احنا حاضرين